اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بتاعنا بساطة سهولة مرونة كالمعتاد، بقدر بأقل تكلفة بالموجود عندي في المطبخ في التلاجة أعمل منيو مختلف شكلا ومضمونا. معانا النهاردة الفراخ المشوية بالمستردة. المستردة يقال عليها في بعض المطاعم أو المحلات الخردل، حبوب الخردل، مستردة، كريمة المستردة، معجون المستردة. تعال نشوف المستردة نستخدمها إزاي، لأن في أسئلة كتير. استخدامنا للمستردة هل متوقف على طبق السلطة بس ولا ممكن نعمل بيها تتبيلة في المشويات؟ معانا صدور فراخ ومعانا مستردة ومعانا فليفر من التوابل البسيطة السهلة اللي نقدر نخلي المستردة شخصيتها قوية في التتبيلة. معانا بيتزا النهاردة. البيتزا دي لطيفة وجميلة بالخضار، وأنا عاشق للخضروات مع المعجنات، بتاخد طعم المعجنات. لما نضيف لها شوية زيتون مع جبنة موزاريلا بالتأكيد هنا هتبقى لطيفة وجميلة وقيمتها الغذائية عالية جدا. ولكن المفاجأة أوميجا 3، وأنا مركز مع الأطفال والمدارس عايزين إزاي ولادنا نقدر نغذيهم وندعمهم بأوميجا 3 عشان التركيز والحفظ والمسؤولية الدراسة. فمعانا اللوز النهاردة، هيشارك في سموزي الموز باللوز، يا مزاجه اللوز. هنشوف نعمله مع بعض ازاي ونقدر نخليه ياخد طعم الفانيليا لأطفالنا اللي بيحبوا الفانيليا. فالنهاردة في تفاصيل بسيطة ولكن بشكل وطعم تاني. مش عايز اطول على حضراتكم لأن في تفاصيل كتيرة، مع أن التكلفة قليلة جدا ولكن الخبرة الطهوية هنا تفوق قمة الهرم في الأداء والتنفيذ. نطلع فاصل صغير أو هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنعمل مع بعض النهاردة البيتزا بالخضار. مشاكلنا مع البيتزا بالخضار إن الخضروات بتفرز بعض السوائل على المعجنات بتاعتنا فبتظبطش العجينة، بتبقى مصيصة، والبيتزا ما بتظبطش معانا. ليه؟ عشان الجبنة الموزاريلا كمان بتشرب من خضار فبتبقاش ظابطة معانا. فتعالوا شوفوا نعمل إزاي مع بعض البيتزا بالخضروات والجبنة والزيتون. المقادير على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد العشرة، بساطة سهولة مرونة. معانا مقادير العجينة أولا، طبعا أنا بطلع بيها معجونة جاهزة عشان أوفر على حضراتكم وقت والصداع بتاع المكنة أو العجان بتاعنا. معانا من الدقيق، الدقيق 3 كوبايات من الدقيق، وأنا حاطط للأمانة شوية زبادي مع خميرة مع معلقة سكر مع معلقة دقيق. الخميرة مع السكر لتفعيل الخميرة، وإحنا متفقين إن السكر بيساعد على تشغيل وتفعيل الخميرة. وتعرف ان الخميرة شغالة ولا مش شغالة ازاي بانك مجرد ما تحط عليها المية والسكر تديكي مادة الفوران اللي احنا عارفينها. وما ننساش معانا كوسة وجزر وفلفلة ملونة، ومعانا شوية سبانخ من بتاعة الفراخ هنستلف منها شوية، وبصل وتوم، والصوص بتاعنا اللي هي صوص الطماطم او الكاتشب حسب الرغبة. ما ننساش الجبنة والزيتون، دول اساسي في المكونات بتاعتنا. ولكن نصيحتي وانت بتعملي عجينة البيتزا يا ست الكل، يا أمي، يا ست الحبايب، لازم طبعا تعجنيها الأول وتسيبيها تتخمر بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. دي مرحلة أولى في التخمير. المرحلة الثانية من التخمير بعد ما نحطها في الصينية اللي احنا هندخلها الفرن. المرحلة الثالثة من التخمير دي قواعد عمل البيتزا، بعد ما احط عليها التوبنج، يا إما خضار يا إما زيتون يا إما سي فود يا إما فراخ، زي ما انتي عايزة. العجينة معانا جاهزة اهي، بس حبيت اوريها لحضراتكم واشرحها. خلونا ندخل الخضار في الفرن يتشوي. يتشوي يتشوي. انا هشوي الخضار الاول قبل ما احطه على عجينة البيتزا. مش هحط خضار مسلوق ولا خضار متقطع كده وخلاص، لا، لازم الخضار ده ياخد طعم وياخد فليفر قبل ما احطه على عجينة البيتزا. هي دي المدرسة. معانا من الكوسة بالشكل ده كده، بقطعها شرايح حلو، بنحطها في الكسرولة اللطيفة دي كده. الله، دي كوسة اهي. معانا من الجزر برضو، قطع شرايح كده عشان نخلص من المية بتاعة الخضار او السوائل بتاعة الخضار. فاحنا بنشويه الاول قبل ما بنحطه على العجينه بتاعه البيتزا. هذا الخضار، الكوسه متقطعه شرايح لطيفه زي شرايح الشيبس بالظبط اهي. شفت الكوسه؟ ده الجزر اهو. شوف التقطيعه دي مهمه جدا. ليه؟ علشان الجزر بياخد وقت كتير في السوا. الله، ده لما يتشوي يتحط على العجينه
هيبقى لطيف كده. ده جزر اهو معانا من الفلفل الملون ده كده، اخضر على احمر على اصفر، الالوان الحلوه في عجينه البيتزا بتشد الاطفال. التشكيله الحلوه من الخضروات على عجينه البيتزا بتخلي الاطفال ياكلوا البيتزا، وتغيير عشان الاولاد ما يميلوش من البيتزا، سواء بنعملها بالخضار سواء بالفراخ. ادي الخضار بتاعنا بالشكل ده كده. ازود الكوسه؟ حاضر يا فندم، نزود الكوسه اهو، شرايح كده بالشكل ده كده. هنتبل الخضار ده. الله عليك يا شيف، هي دي اللي انا ايه عايزها منك. هنتبل الخضار ده، نتبله بايه؟ ده الكلام الكبير قوي. معانا فص ثوم حلو على الخضار، معانا بصلايه مفرومه ناعمه على الخضار، الله، شويه ريحان حلو على الخضار. شفت التتبيله الحلوه دي كده؟ رشه ملح حلوه على الخضار، دي مدرسه بقى، حلو قوي. رشه فلفل اسود على الخضار، ما تنساش زيت الزيتون في طريقك وانت ماشي يا عم الشيف على الخضار. يلا بينا زيت زيتون نغرقه كده اهو. نعم، بتحب السبانخ او المشروم؟ نحط سبانخ او مشروم زي ما انت عايز. عندك مشروم طازه وفريش حط مشروم، عندك سبانخ حط سبانخ. ادي الخضار خد الشكل اللطيف الحلو ده كده، وهندخل الخضار ده في الفرن يتشوي من غير اي اضافه سوائل تانيه. نكتفي بزيت الزيتون والميه او السوائل اللي هيفرزها الخضار، اذا كان كوسه او بصل او جزر بالشكل ده كده. شفت الخضار شكله حلو ازاي؟ انا عارف بتحب انت الاشكال الحلوه دي كده. معانا سبانخ، مش حرمك من حاجه، ورقتين سبانخ حلوين كده في طريقي وانا ماشي، ده اختياري بحطهم هنا كده، يعني حديد يعني معادن يعني قيمه غذائيه عاليه جدا اهو، يعني فيتامين سي. هناخد الخضار ده عم الشيف ندخله الفرن بالشكل ده كده اهو. بص عليه بصه حلوه، اللهم صل على النبي. تشكيله من الخضار بتتكلم عن نفسها، صوره لطيفه وجميله من نعم ربنا علينا. هنخليها تشارك في عمل البيتزا دلوقتي، والعجينه جاهزه. نحب نفرد العجينه يا شباب مع بعض ولا حابين تطلعوا فاصل؟ خلينا نفرد العجينه مع بعض، يلا بينا نفرد العجينه الحلوه مع بعض. تعالوا، ازاي تفردي العجينه في المرحله الاولى من التخمير؟ اول ما بتفرديها لازم تحددي الدايره بتاعتك بتاعه البيتزا حسب الصينيه وحسب عدد افراد الاسره. ده مهم جدا على فكره، انك لما تعملي بيتزايا تكون عندك الصينيه اللي انت هتفردي فيها العجينه بالشكل اللطيف الجميل، علشان ولادك كمان يقدروا ان هم تسخنيها وياكلوا منها تاني يوم وتالت يوم. عشاكلنا مع البيتزا بعد التسخين ايه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ بتجلد. انت عارفه ليه يا ست الكل؟ عشان بتحط بيض في العجينه. انا ضد اضافه البيض في مكونات عجينه البيتزا خالص. عجينه البيتزا بريئه من اضافه البيض. شفت العجينه في ايدي حلوه ازاي؟ اللهم صل على النبي. اهي اهي تتفرد لوحدها، الله، بالشكل ده كده. عامل انا حته كبيره حلوه، هتساليني ليه؟ عشان معايا صينيه حلوه عايز اخد منها حته وانا رايحه لحماتي، عايز اولادي يعزموا اصحابهم وياكلوا من البيتزا دي، يعرفوا ان عمايل ايدين مامتهم مش زي اي عمايل. ناخد العجينه دي كده، شويه دقيق حلوين فوق وتحت تحت وفوق، ونفرد العجينه الحلوه. اوعي إيه تلعبي في العجينه قبل ما تفرديها، يعني يا شيف مغازي افصح. العجينه اتخمرت ما تاخدهاش وتعملي فيها بايدك كده، او انك تعجنيها تاني وترجعي تفرديها، مش هتتفرد معاك حتى لو انت عملت لها مزيكا. حلو الكلام ده، مهم جدا تعرفي المعلومه دي كده. العجينه اتخمرت على طول تفرديها بالنشابه، هتساعدك في الفرد. دي المدرسه بتاعه المعجنات اهو. بص اهو انا بفردها وانا واقف بايه فوق، ابص لها كده تتفرد لوحدها اهي اهي. شفتي اهي؟ طب لو احنا بالغلط عملناها نرمي العجينه وخلاص كده احنا غلطنا؟ لا، سيبيها تتخمر تاني. كام يا عم الشيف؟ 20 دقيقه هتطلع معاك بنفس الشكل ده كده اهو. حلو قوي، عجينه سميكه. انا بحب البيتزا اللي هي بتبقى عجينه سميكه،
ادي العجينه بالشكل ده كده زي الفل. نلمها تاني ونجيب الصينيه بتاعتنا الحلوه دي كده. دي هتخش الفرن يا شيف؟ اه هتخش الفرن. اي صينيه ان كان حط فيها زيت زيتون بغزاره. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ حلو. وناخد العجينه الحلوه بتاعتنا دي كده زي ما هي نحطها هنا كده. الله، وتعالي يا حلوه، تعالي يا بيضه، ونثبتها كده. تاخد شكل الصينيه واسيبها تريح في الصينيه كده. الزياده من العجين ده نشيله بسكينه زي ما احنا عايزين. ببساطه خالص يتشال ازاي كده اهو على حرف الصينيه، وتقطعي كده. اوعي تعوري ايدك يا حلوه. شفت الجو ده كده اهو، براها خالص. طب العجين ده يترمي؟ لا، هقول لك تعملي فيه ايه دلوقتي حالا، وده اللي يهمني بقى على فكره. انا ضد التبذير. مكلفه، فيها زبادي وفيها زيت زيتون وفيها خميره وفيها سكر وفيها وقت وفيها مجهود. العجينه دي تترمي؟ لا خالص، اهو هشيلها كده والم العجينه دي كده حبايبي اساتذه المصورين اهو، والمها واحطها في كيس. ممكن اعملها بكره بيتزا، ممكن اعمل طاجن خضار بالكاري من المطبخ الهندي، احطه في طاجن واحط العجينه دي على وشه كده كانك رحت مطبخ هندي وكلتيه اهو. بس ما تقدريش تفرديها الا بعد 20 دقيقه من الوضع ده اهو. اسمحوا لي يا شباب نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لتفاصيل صغيره لعمل البيتزا بالخضار بطريقه لطيفه وجميله، ولكن طريقه فرد العجينه فيها فن، فيها هندسه بالشكل ده كده، وازاي العجينه ما تقدرش تنكمش جوه الصينيه. تشكيله الخضار في الفرن معانا زيتون اخضر واسود وجبنه موزاريلا والخبره الطهويه. هستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع لاستخدامنا للمستردة ومعجون المستردة وحبوب الخردل في عمل الفراخ المشويه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم. ازاي نعمل فراخ مشويه؟ الاسئله كتير ونتساءل كتير وما زالت في اسئله. الفراخ المشوي بتتعمل ازاي يا عم الشيف؟ احنا واخدين فكره عن الفراخ، بتجيب فرخه سليمه بنقطعها 4 ارباع 8 ارباع 12 ربع، انت وايدك الحلوه وكرمك، ولكن بنتبلها بميه بصل بعصير طماطم. ودي مدرسه شرقيه ومدرسه من المطبخ الشرقي لطيفه وحلوه ولها كل الاحترام. ولكن تعالوا نعمل صدور فراخ مشويه بالمستردة. المقادير على الشاشه. معايا صدور فراخ، بسم الله ما شاء الله، صدر ديك رومي كبير، ومعانا مستردة، ومعانا زبده، ومعانا شويه زيتون وشويه سبانخ، ما ننساش طبعا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر مع زيت زيتون وتوم، ده اساسي معانا. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشرة. بساطه، سهوله، مرونه. هناخد الفراخ الحلوه دي كده، وتعالي يا ست الكل. الله، ده يكفي والجيران والحبايب والقرايب. صدقني انت بس سمي بسم الله. هناخد كده الصدر الحلو ده كده، واخد الموزه الحلوه اللي تحت منه، حافظ عليها تطلع سليمه. دي ما يعني دي ما ينفعش يتلعب فيها خالص اهي اهي، ولا تتقطع ولا حاجه. واقول لك على فكره حلوه تقولها لجيرانك وحبايبك وقرايبك واصحابك في الشغل. الموز بتاعت الصدور دي جمعيها، وتعالي في يوم كده اعملها فرايد تشيكن، يعني اليها يبقى كريسبي، تاكلي صوابعك وراها. حلو، هناخد الصدر ده كده بالشكل ده كده، دي شريحه ودي كمان شريحه. حلو، الله، ودي شريحه، هنفردها كده تكبر في ايدينا. سبحان الله، شفت ازاي؟ اعلمك ازاي الشريحه تكبر في ايدك. حلو، شفت كبرت ازاي؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ناخد تزاميه كده ونحطها هنا. نيجي للصدر اللي بعده، نفس القصه. سكينتك حاميه اهم حاجه، ومتعوريش ايدك.
وربك بيبارك. حلو، دي شريحه. الشريحه الثانيه اهي تطلع بالسكينه كده. اه دي لو هنعملها اسكالوب يا غالي. بيقول لي فين المدقه بتاعت اللحم؟ طبعا هو الراجل عارف فين مدقه والواحد يمسك يدق اللحمه. لا خالص، دي مشوي غير ان احنا نعمله سكالوب. نعمله سكالوب بنجيب كيس بلاستيك، ما انصحكيش انك انت تفردي اللحم او صدور الفراخ او اي فليه مباشره من المدقه على اللحم. لازم تحط كيس بلاستيك عشان نفصل الانسجه بتاعت اللحمه من المعدن اللي احنا بندق بيه او بالمدقه الخشب. اه شفت ازاي الشريحه؟ زي الفل. الفراخ هنا زي الفل معانا. تمام، اتقطعت بالشكل ده كده. هنعمل فليفر كده لطيف دلوقتي مع بعض، نتبل بيه الفراخ دي كده واحنا واقفين بنتسلى. بوله اساسي فيها المستردة والثوم والبصل. نشوف نعملها مع بعض ازاي. الكلام ده ينفع مع فراخ صدور وفراخ سليمه؟ ينفع. دي مستردة، هكتر منها. ما اكدبش عليك المستردة فيها سنه مرار، بس بما ان المستردة معانا خلينا نشرح الموضوع ده، مهم جدا على فكره. معجون المستردة ناتج عن حبوب الخردل. حبوب الخردل دي شبيهه لحبوب الكنوة او حبوب الفلفل الاسود الصغيره، في منها بيبقى الوان موجوده. حبوب الخردل دي بتتصنع ويطلع منها المستردة. ممكن تعملها في البيت زي ما بنعمل من السمسم كده الطحينه، او بنعمل من بذور الكتان وهكذا. بتطلع المستردة اللطيفه دي تشكلها زي ما انت عايزه، حطيت لها مايونيز بقى مايونيز بالمستردة. بقت حبوب الخردل بس صحيحه، بتبقى التست بتاعها عالي جدا وما نكترش منها لانها فيها سنه مرار. طب نكسر سنه المرار دي بقى يا عم الشيف بالكريمه اللباني والزبده. الكريمه اللباني والزبده ده توم طازه. اه المرار بتاع المستردة وربنا يكفينا شر المرار، بنكسره ونتجاهله بايه يا عم الشيف؟ بالزبده والكريمه اللباني. دي توم ومستردة وبصله ناعمه، سنه شبت صغيره، شويه ريحان حلوين زي الفل. البهارات هنا محدوده ما بين فلفل وملح وبابريكا. لا هنحط لا كمون ولا كزبره خالص. المستردة سبحان الله لا تحب الكمون ولا الكزبره عشان شخصيتها قويه وطعمها يبقى ظاهر. نعم يا غالي، عينيا بيقول لي اللي في الفرن. شفت المخرج لما يركز مع الشيف شغال ازاي؟ زعتر ده مهم جدا. زيت زيتون هو البطل في التتبيله دي كلها. اه ناخد التتبيله الحلوه دي كده يا عم الشيف. والله انت ابن حلال مركز معايا. بيقول لي ما حطيتش ملح. انا بيعجبني التركيز واللي هو ايه في مضمون الموضوع. فعلا ما حطيتش ملح. ونقلب. شفت الخلطه دي؟ الخلطه دي هنعمل منها ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ هنتبل الفراخ الحلوه. قلت انا عملت الخلطه دي ازاي لمن يتساءل دلوقتي؟ تاني، مستردة، توم ناعم، بصل ناعم، ريحان أخضر أو بقدونس، قليل من الشبت، قليل جدا بأطراف إيدك كده، تومة ناعمة حطينا، وحطينا زيت زيتون والملح والفلفل والبابريكا. أه إداني المعجون ده. ناخد المعجون ده كده نسقطه على الفراخ. أه اوعى تحط كمون ولا كزبره من فضلك. اه خلي شويه دول عايزينهم. هقول لك عايزهم ليه دلوقتي حالا. نمسك التتبيله دي كده الفراخ كده. اه الله، ممكن تتبليها قبل ما تروح الشغل الصبح. ترجعي من الشغل تحطها على الشوايه على طول، ما تاخدش منك 5 دقايق وعملت فراخ مشويه بطعم المستردة. اه خلي بالك. اه تتبيله لطيفه. شويه الخضار اللي كانوا معانا من شويه المخرج عايز يعرف هنعمل بوم ايه حالا. اهو معانا سبانخ يا راجل يا طيب. اهي هناخد السبانخ الحلوه دي كده نحطها على الخلطه دي. يا دلعك يا شيف. اهو سبانخ يعني مستودع من الحديد والمعادن، صيدليه. اهو السبانخ دي هنقدمها برزنتيشن مع الفراخ المشويه بدل الخضار السوتيه. بدل ما احنا عاملين ايه بيتزا بالخضار،
فأنا اخترت السبانخ تكون مصدر للمعادن والحديد والقيمة الغذائية وعلاج الأنيميا، والأولاد اللي مش بيحبوا السبانخ مع الفراخ المشوية ياكلوها. حطيتها في التتبيلة دي كده عم الشيف عشان نشوف نقدمها ازاي في الآخر مع فراخ مشوية. ادي الموضوع، وادي المزنبلاص، وادي التحضير بتاع الطبق المميز. نرجع للفرن بتاعنا ونشوف الخضار أخباره ايه. نطلع الخضار من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن معانا العجينة عايزين نعملها. يا سلام، بص على الحلاوة، بالله عليك تدلعها. خضار مشوي، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ بص عليه يا حبيبي. جاهز والفرن جاهز. هتبص على الخضار ولا على الفراخ ولا على السبانخ؟ حلو، معانا العجينة الحلوة. الله، دي العجينة وده الخضار المشوي. ركز معايا بقى عشان عايزين نعمل شوية بيتزا حلوين كده بطعم مختلف بشكل مختلف. عايز ادخلها الفرن قبل الفاصل عشان نكسب التايم اللي ما بين الفاصل والفاصل في تسوية البيتزا. يا مسهل الحال يا رب، علشان نبدأ ان احنا نكسب الوقت. ملاح، هناخد الخلطة الحلوة دي كده. يعني ونحط التتبيلة الحلوة دي كده. ده صوص طماطم جاهز عندي. انصحك بقى هنا البهريز بتاع الخضار او الطماطم ما تحطش عليه توابل، تكتفي بالتوابل اللي انا حاططها على الخضار. ده مهم جدا على فكره. انا من الناس اللي مش بيحبوا صوص الطماطم كتير في عجينه البيتزا بصراحه، حتى لما بطلبها او اعملها في البيت اقول له قلل من التوبنج بتاع صوص الطماطم. اهو بالشكل ده كده. حلو، بساطة سهولة مرونة. ناخد الزعتر الحلو. نعم، قول لي انت هنحط الخضار ازاي. زي ما تقول لي هعمل. شفت الحلاوة دي؟ انا يهمني شوية الخضار الحلوين دول بجد، دول اللي يهموني في القصة كلها، والبهريز اللي طالع منها. شفت الخضار ده؟ هو ده يا عم الشيف، تاكلي بيتزا بالخضار وانت ايه، مطمئنه. توزيع دي، ما انا مش عايز انزل بالبهريز عشان هنعرف نعمل ايه بالبهريز ده. البهريز ده هنعمل فيه مفاجاه دلوقتي. معايا جبنه موزاريلا، هغرقها في البهريز ده واحطها على وش البيتزا. شفت بقى المدرسه؟ المدرسة المغازية بقى، طعم البيتزا أو طعم الجبنة الموزاريلا هياخد من الإيه؟ من المية بتاعة الخضار. ضمننا الخضار مستوي والعجينة مستوية وفي لطافة وفي شكل حلو. الله، الجديد هنا ان انا شويت الخضار بتتبيله انا اخترتها، ببهارات انا اخترتها. شايف الحلاوه دي يا ست الكل؟ معانا جبنه موزاريلا اهي. الله، هننزل بقى هنا كده. ركزي معايا عشان الموضوع شيق هنا. دي جبنه موزاريلا ومعانا من الزيتون اخضر واسود كده ينزل عليها. ناخد الموزاريلا دي كده. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ عشان الطعم ما يفصلش مني. اخد الموزاريلا دي كده على الوش وادخلها الفرن بقى. كده ضربت عصفورين بحجر. الموزاريلا خدت طعم الخضار، لما حطيتها في البهريز بتاع الخضار هيبقى عمرها طويل في الفرن، مش هتسود مني ولا تاخد لون الا بعد وقت شويه. خلي بالك في التركية دي، مهمة جدا. زي ما تحط شوية حليب على الجبنة الموزاريلا كده بتاعة المكرونة البشاميل قبل ما تدخلها الفرن. ليه يا عم الشيف؟ عشان الجبنة يبقى عمرها طويل، ربنا يطول في عمرنا. هندخل البيتزا دي الفرن يا عم الشيف ونبص عليها كده في درجة حرارة 180.
مكانها فين يا عم الشيف؟ هنا. مكانها في الفرن هنا بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ده اللي علي بالله عليك. والصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. هناخد فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. الفراخ دي عايزة لها 10 دقايق عشان تتشوي معانا، وهنعمل سموزي الموز باللوز. يا مزاجه اللوز، اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف ازاي قواعد عمل اي مشوي، سواء فراخ، سواء برجر، سواء كفته. تشوي حاجه على العين البوتاجاز غير انك تشوي على الفحم، ده مطلوب مننا. لازم تكون الجريلا اللي بتشوي عليها او الطاسه تكون من معدن سميك، يفضل حديد الزهر. في طبعا درسنا في الثانويه العامه الحديد المطاوع والحديد الزهر، الحديد الذي يتمدد بالحراره وينكمش بالبروده، مش عارف يعني نسيت الموضوع. ولكن تبقى حديد نوعيه من الزهر، لان الزهر بيحتفظ بدرجه الحراره اكبر وقت ممكن. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتعرفيه من تقله. طب ما فيش زهر، يبقى نوع حديد ثاني ما فيش اي مشكله، بس تكون سميكه. ما ينفعش اشوي في طاسه تكون رفيعه. انا مش بشوي سمك بولتي مشوي رده، نشوي على الصاجه بتاع صفيحه السمنه بتاعه زمان، كانت الحاجه تفتحها كده وتحطها على عين البوتاجاز واحلى سمك مشوي رده يطلع من عليها. والكلام ده موجود لغايه دلوقتي في الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. معانا الطاسه هنا شديده الحراره، معدن قوي، هنشوي الفراخ مع بعض. معلقتين من زيت الزيتون في قلب الطاسه، وجبنا الخلاصه. ويفضل ان الطاسه تكون مضلعه. يعني ايه مضلعه؟ يعني مخططه. يعني مخططه يعني بالشكل ده كده اهو. هتدي شكل حلو للايه؟ للفراخ. شويه الزيت دول انا مش عايزهم، مصيرهم فين بقى؟ حد يقول لي. الزيت ده انا مش عايزه، مصيره فين وانت واقفه في المطبخ كده وعندك فراسه وعندك تلقائيه وعندك ابداع؟ فين 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 فين؟ هو ده على السبانخ. ناخد الطاسه تانية هنا كده ونرجع الفراخ. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ الله يرضى عليك اهو. الله، بسم الله ما شاء الله. صدر الفراخ اتحول لايه؟ كميه. الا الموزه دي انا معلمها اهي. حبتين موزه نخليها بعد شويه. حلو. في حله كده جانبيه هو ده. مضايقاك انا عارف. اخليها لك هنا حبيبي يا ام سهل. نولع العين دي. بصراحه عايز اشوي السبانخ. يا ريت طلعني فاصل. الله يرضى عليك. البوتاجاز وقف. يلا. طب الفراخ دلوقتي بالشكل ده بنحط معلقه زيت صغيره بالشكل ده كده اهو. حلو. ونقلبها واحنا واقفين مع بعض. ده مهم جدا على فكره. وارد وانت شغاله بوبه البوتاجاز الغاز يخلص منك وانت شغال، كهرباء قطعت بس ايا كان، هتتصرفي ازاي؟ هتخليها على النار كده اهو. خلي بالك وما تقلبهاش كتير طالما انت مش حاطاها لسه، بس انا طبعا هقلبها عشان حطيتها من بدري. وهناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض فراخ مشويه بالمستردة مع بيتزا في الفرن بالخضار والسموزي الموز باللوز. يا مزاجه اللوز. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الفراخ بتستوي على البوتاجاز. نصيحه مني، لازم تكون درجه الحراره عاليه جدا. الفراخ بالذات الانسجه بتاعتها ما بتتحملش درجه الحراره غير لما تكون شديده، وبعدين نسيبها تستوي علشان ما تاخدش وقت كبير تقوم تنشف مننا.
يبقى الفراخ فيها طعم بالشكل ده، شايفين ازاي استوت الفراخ؟ بسم الله ما شاء الله. لان انا عايز استخدم الطاسه دي كمان في شويه بهريس كده او شويه صوص حلوين عشان طعم المستردة، وتسيبها على النار. معايا طاسه تانيه، ايه الاخبار؟ زي الفل. معانا سبانخ متبلينها بنفس التتبيله، بحطها هنا كده. سمعيني صوتك يا حلوه. حديد حديد، تمام. حطها هنا كده، السبانخ دي هقدمها مع الفراخ المشويه، ده الطبيعي. ممكن تقدم خضار سوتيه، ممكن تقدم بطاطس بوريه. انا حابب السبانخ، خدت من طعم الفراخ، واخده التومه، واخده زيت الزيتون. لا ما ينفعش، معانا مخرج شاطر عايز ينافسنا، بيقول لي ما تحطش عصير ليمون. الليمون لو حطيناه على السبانخ او الهندبه وهي خضرة على النار بقدره قادر هتسود، لا يتفقان فيتامين سي او عصير الحامض مع الحديد على النار. سبحان الله، هتلاقي الحديد اسود. شفت الحديد ده بضخامته، بجبروته، بقوته كحديد، مع الحامض بتاعنا لو عصرناه هتسود السبانخ. طب نحافظ على خضرها وجمالها ازاي؟ نعصر الليمون او الحامض على السبانخ او اي خضره ان كانت، سواء هندبه اللي هو السريس، بعد ما تبرد نجيب طبق التقديم. نعم حاضر، والله ما نسيها. حد ينسى مستقبله؟ يقول لي السبانخ اخبارها ايه، قصدي البيتزا اخبارها ايه. خلينا في السبانخ الاول، نحطها لك كده تشوفها. شفت السبانخ وحلاوتها بقى؟ بتاخدش وقت كبير على فكرة. شفت الحلاوة دي؟ مش كل يوم نحط بطاطس وجزر وبروكلي. غيري منظومة الخضار السوتيه مع المشويات، سواء فراخ أو ستيك مشوي، لحمة مشوية، زي ما أنت عايزها. أخبار الفراخ إيه؟ لا بقى ايوه كده بقى، طلعي لي صوت كده بقى. هو ده اهو اهو، انت عارفين انا بحب اشتغل على نار شديده. هو ده اهو، ايه الحلاوه دي؟ لسه عايزه شويه كمان. دي عدلها شويه مكرونه اسباجيتي بالوايت صوص، وقلب الصغير لا يتحمل. عدلها رز بسمتي ابيض من غير اي فليفر او توابل، وقلب الصغير لا يتحمل. عينيا اهي يا فندم. حاضر، لا انا عايزك تبص عليها وهي في الفرن وتصلي على الحبيب وتدلعها لي بالله عليك، تستاهل الدلع. شوف البيتزا وشعوتها بالخضار في الفرن. لا الخضار مستوي، واتحداك، ده انت هتاكل الخضار وتسيب العجينه، هتاكل العجينه وتسيب الخضار. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهي الف هنا وشفا للي ياكل. يلا معانا عصير هنعمله، عصير السعادة، عصير أوميجا 3. مكوناته في أي بيت: حبتين من الموز، لوز يا مزاج اللوز، سكر، فانيليا، حليب. ممكن تحط تلج أو تحط الموز في التلاجة أو تحط الحليب في التلاجة أو الديب فريزر علشان عملية التبريد لو عايزاها مثلج، لو الأولاد بيحبوا العصاير تكون مثلجة. ولكن للأمانة أنا حاطط الموز في التلاجة والحليب في التلاجة عشان أنا كمان بشربه حلو قوي على فكرة. والمقادير على الشاشة، بسيطة وسهلة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة: موز، لوز، فانيليا، سكر، وحليب. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض إزاي. أنا عجبني قوي عجبني قوي صوت الفراخ وهي على عين البوتاجاز، وصوتها في المطبخ عالي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. أمان، هو ده. معانا الموز، مهم جدا. هتشتغلي في العصير، هتعملي حلويات زي ما عملت دلوقتي ومش واخدة بالك. نغير الجلافزات، سكينة، بلانشة، معلقة، الحاجة اللي بتقطعي بيها، كوباية، الحاجات دي كلها. خلي بالك الليفة اللي بتغسلي بيها أو السفنجة اللي بتغسلي بيها على الحوض، ما تكونيش غاسله بيها حله فيها توم وبصل وتيجي تغسلي بيها المعالق والكوبايات. خليكي كده منظمه، مروقه مطبخك زي الفل،
المطبخ مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية والإنسانية. ده موز حلو قوي معاه حليب مسلك. لا لا كده الفراخ طالما شميت ريحة الفراخ. بيعملوا لي كده بصباحه بالشباب. الله على الريحة. لا جامدة قوية حلو قوي كده المستردة. بص على الحلاوة بقى. بص كده ممكن تجيب الكاميرا وتيجي هنا. شفت انت عايز اللون ده؟ عايز اللون ده. الله الله هو ده هو ده. هو ده. ناخد الفراخ دي برصها هنا كده. يا دلعك يا دلعك. فراخ مشوية بالمستردة. لسه هعمل تركية دلوقتي هتعجبك قوي. لسه اصبر عليا. في نفس الطاسة وجبنا الخلاصة. بس خلاص قليل من الماء شوية ريحان. التركية دي مهمة جدا. هي دي التركية. مكعبين من الزبدة. يلا بينا اهو. سيبهم على النار لغاية لما الزبدة تسيح مع الريحان. ونرجع للعصير بتاعنا. فانيليا بنحطها. سكر بنحطه. لوز بنحطه يا مزاجه اللوز. وسيبوني اشغل الخلاط وصوت الخلاط. يلا بينا. شكرا لصديقي. ده احلى صديق في المطبخ. خلاط، كبه، عجانه، مضرب، مقوره كوسه، مقشره بطاطس. انا بسميهم الاصدقاء المساعدين النافعين. ايه الحلاوه دي؟ شفت السموزي ده؟ عزمك عليه مخرجنا عشان الصوره الحلوه. هو ده سموزي الموز باللوز. يا صبابين العصير. عايزين تسمعوها مني دي. على فكره الجمهور بتاعي بيقولها لي وانا في لما بيشوفوني يعني وانا بتفاعل معاهم في الشارع قاعدين مع بعض. يقول لك يا صبابين العصير زيدوا حالاته. بيتزا بالخضار مقاديرها بسيطه وسهله في متناول الجميع. صوره حلوه تتحدث عن نفسها. فراخ مشويه بالسبانخ من مدرسه المغازي. تركاية لطيفة لاستخدام المستردة. العصير اللي بيهديه لكل الأطفال اللي بيذاكروا واللي بيروحوا المدارس. ربنا يوفقكم يا رب. ده طبعا أوميجا 3 قيمته الغذائية عالية جدا. والموز بوتاسيوم ومعادن. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.